السلام عليكم. نكمل بموضوع البوليماريك برودراج. في المحاضرات السابقة أخذنا خنقول الـ application of polymeric برودراج، وحكينا على prolongation of drug of action، الاكشن of drug. نجي على other application of polymeric برودراج اللي هو ممكن نقول عنها أنه controlled drug release، يعني السيطرة على اطلاق الدواء. هناك البرولونجيشن اوف دراج اكشن، انه الاكشن مال الدراج راح يبقى لفتره طويله. هنا انه نسوي كنترولينج اوف ذا ريليز، يعني شنو معناها؟ انه نخلي البوليمريك دراجز او بوليمريك برو دراجز راح يعطيني الريليز اوف دراج سبيسيفيكلي ات سبيسيفيك كونديشن ان سبيسيفيك بليسز او بوزيشن، يعني في كونديشن معينه وفي مكان معين. يعني بين قوسين ممكن نقدر نعتبرها نوع من انواع التارجتنج. طبعا هذا ممكن يعتمد على، خلينا نقول انه اما يكون هيدروليتيك انزيم عندي موجود، سبيسيفيك هيدروليتيك انزيم، يعني بوليمريك برودراج مرتبط ويوصل فد مكان معين سبيسيفيك كونديشن، انه هذا المكان بي مثلا تيومر بها فد انزيم معين، هذا الانزيم كابابل اوف هيدرولايزنج اوف ذيس ماكرو مولكيول سبيسيفيكلي، او ممكن انه تشينج بالبي اتش، مثلا يكون انه سوي عندي مثلا اسيديك او الكلاين كونديشن بمكان معين، فيصير عندي specific hydrolysis or specific release of the drug. فهاي راح نسميها انه controlled release controlled drug release. فاول شيء مثلا نقدر ناخذ اللي هي pH controlled release، يعني انه خلينا نقول release of the drug depending on the pH. pH control يعني حسب الاسيديك او الكلاين condition in the body. يعني راح نجيب drug نربطه بوليمر عن طريق فد لينكر معينه، هذا اللينكر إلى قابلية إنه يصير بـ hydrolysis at specific pH، مثلاً بالأسيديك pH أو بالألكالين pH. عادة مثلاً اللي ممكن تستخدم هاي الطريقة تستخدم for targeting of anti-cancer drug into cancer tissue، يعني anti-cancers كدرج بها side effect هواي. بس نسوي ممكن نستخدم هاي الطريقة إنه نربطها بـ polymer معين عن طريق فد specific linker. هذا اللينكر اللي راح يجي يصير بـ hydrolysis at acidic pH. زين الacidic pH وين راح نلقاها؟ راح نلقاها عادة يكون بال خلينا نقول tumor tissue، هو يكون عادة slightly acidic than normal tissue. يعني normal tissue pH مالها تقريبا alkaline، في حين tumor tissue راح يكون pH مالها تقريبا acidic. وأيضا surrounding environment داير ما داير ال tumor أيضا تكون slightly أسدك. فممكن نقدر يعني نستغل هاي الميزة إنه تكون التيومر والسراؤندينج مالته هو سلايتلي أسدك. فش نسوي؟ نجيب دراج وربطه ببوليمر عن طريق لينكر، هاي اللينكر يصير بيها هيدروليسيس للأسدك ميديا. فمن راح نطي هذا البوليمر برو دراج بالجسم العادي ما راح يطينا يصير هيدروليسيس، بس من يوصل للأسدك كونديشنز بالتيومر يصير بيها هيدروليسيس ويصير بيه ريليز، ويكون ريليز أوف دراج سبيسيفيكلي. يعني صار عندي ثالث example على هاي الـ يعني اللينكرز، هي مثلا الهيدرازونز اللي هي هاي هنا، اللي هي الهيدرازونز مشتقه من الهيدرازيل NH2NH2. فوحده من عندهم راح تربط هاي NH والN دبل بوند O. NH هي هذا الـ يعني مرتبط ببوليمر، وهذا مرتبط بدرك. فهاي الفانكشنال جروب اللي موجود هنا اللي مشتقه من الهيدرازون، اللي هو الهيدرازون C دبل بوند O NH NH2، ممكن يسبيها هيدروليسيس بالأسيديك ميديا اند ريليز اوف دراج. ادي اكزامبل ثاني اللي هو ممكن يسميه انسيس اكتونيل سبيسر، اللي هو هذا الانسيس اكتونيل سبيسر، ايضا هنا بوليمر وهنا دراج، وهاي عندي فد سبيسر موجود بها ايضا تكون اسيد سنسيتيف وتعطيني ريليز اوف دراج ات ذا اسيديك بي اتش اوف ذا تيومر. هنا عندي ديفرنت تايب اوف سبيسر، طبعا هاي حاولوا قدر الامكان تعرفوهن ذي الجروبات، هذا الفد 4 أو 5 جروبات هاي مطالبين بحفظها، مجرد انه تعرفون التايب اوف السبيسرز اللي تكون، خلينا نقول اسيد سبيسيفيك سبيسرز. هنا الاكزامبل انه شو راح نستخدمها هاي الطريقه، انه بوليمريك برو دراج يعني نربطها ويا اللي هو اكزامبل علينا الدوكسوروبسين عن طريق الهيدرازون اللي يشوفون هاي بالاخضر الان and H double bond CO، هذا الهيدروزون يرتبط بمن؟ يرتبط ب specific antibody، يعني خلينا نقول في بوليمر وانتيبودي. فهذا شو راح يصير عندنا؟ راح يصير بي تارجتنج اصلا عن طريق الانتيجين، راح يروح يرتبط بسايت معينه وبعدين يسوي release of the
ادراج بالتيومر تشو. ليش؟ لان هاي درازون راح تكون اسيد سنسيتيف ويطلع عندي ريليز اوف ذا دراج ات ذا تشو. هسه هذا ما يتعلق بالبي اتش سنسيتيف ريليز. عندنا ممكن نقول دراج ريليز باي لايسوزومال انزيمز، يعني عن طريق اللايسوزومال انزيم او التيومر اسوشيتد انزيمز. يعني راح نقول عندي اللايسوزايمز او الانزيمز الموجوده عندنا، يعني مو ما تعتمد على البي اتش، تعتمد على برزنس اوف سبيسيفيك انزيمز. هاي الانزيم ممكن نعتبرها اللايسوزومز اللي مثل ما تذكرون بالسيلز موجوده، هي عباره عن الانزيمات الحاله تسبب لي لايسيس هيدروليسيس دي ديفرنت كومباوند، او مرات التيومر نفسه التيومر هو عباره عن ابنورمال تشو، فممكن يكون ب سبيسيفيك انزيم انزيمات مختلفه خاصه بس بالتيومر. فممكن نستخدم هاي البروبرتي الخاصيه انه نسوي ديزايننج اوف بوليمريك برو دراج حتى يعطيني سبيسيفيك ريليز اوف ذا دراج از ذا تيومر تشو. يعني نستخدم اللايسوزومال انزيم او التيومر انزيم حتى يعطيني ريليز اوف ذا دراج ان ذا سايت اوف اكشن. طبعا بعد ما يصير للدراج يصير ممكن انه نسوي له تارجتنج بطريقه معينه، نروح يعني نفترض انه مثلا نضيف فد يعني جايدنج جروب فد جروبات انه تسبب لي، يعني تاخذ البوليمرك برو دراج دايركتلي تقوده كانما نوتر للكانسر تشو، بعدين راح يصير بي ابتيك وانه بيصير ريليز اوف ذا دراج انسايد ذا تيومر تشو. هنا عاده باللايسوزومال انزيم او تيومر اللينكر اللي راح يكون هنا هو عبارة عن بولي بيبتايد او اوليغومر او اوليغو بيبتايد، يعني في الديفرنت يعني امينو اسيد في 4 5 6 بسبيسيفيك، يعني خلينا نقول سيكونس معينه، انه راح يكون هذول حتى تجي اللايسوزومال انزيم او الانزيم تسوي لي هيدروليتيك كليفج اوف ذس بيبتايد او امينو او اوليغو بيبتايد الموجود عندنا حتى يعطيني سبيسيفيك ريليز اوف دراج. فبالنسبه ما يتعلق بالانزيم هيدروليسيز راح يكون السبيسر او اللينكر اللي نستخدمه هو كومنلي يكون عباره عن اوليجو بيبتايد. هسه يعني الملخص ممكن انه يكون الديزاين اوف سبيسيفيك بوليمريك برو دراج كونجيجيت يعتمد على السايت اند ريت اوف كليفج اوف ذا دراج، يعني يعتمد على السايت اوف كليفج والريت اوف كليفج، فاعتمادا عليها ممكن نسوي designing of polymeric product. هاي الابليكيشن الثاني. الاستخدام او الابليكيشن الثالث للبوليمريك برو دراج ممكن الفد كونسبت يسمونه وحكينا عليه بالمحاضره السابقه اللي هو الانهانسد بيرمابيليتي اند ريتينشن افكت. طبعا هاي اخذناها بالمحاضره السابقه قلنا ممكن تفيدني بالبرولونجيشن اوف دراج اوف اكشن، يعني البرولونجيشن اوف اكشن اوف دراج. ايضا هي ممكن تفيدني هي كتقنيه او طريقه معينه انه تفيدني اسوي تارجتنج اوف دراجز. عاده بعض الاحيان اكو دراجز مثل الكانسر دراجز، ممكن الانتي انفلاماتوري دراجز، ممكن الانتي بكتيريال او انتي بايوتيك دراجز، هاي ممكن تفيدنا ممكن نستخدمها على انهانس بيرمابيليتي اند ريتينشن افكت. يعني الانتي كانسر، الانتي بايوتيك، الانتي انفلاماتوري عاده احنا بناخذها اورالي، راح يصير لها ابزوربشن تروح للسيركوليشن ويصير لها distribution over all the body، يعني تنتشر بكل الجسم. زين الاغلب الجسم هو ما محتاج، يعني عندي الانفلاميشن بمكان معين او الكانسر هو في مكان معين، فما احتاج الدراج انه يوصل لكل السايت اللي موجوده بالبدي، وبالنتيجه احتاج لارج دوز، وبالنتيجه راح يصير عندنا خلينا نقول systemic side effect. فاذا لقيت طريقه معينه انه اخلي هذا الدراج يوصل للسايت اوف اكشن مثلا للانفلاماتوري تشو، للمكان اللي بيه بكتيريا، للمكان اللي بيه كانسر، اذا لقيت طريقه معينه وما اخليه يوصل الاذر سايت، انا سويت تارجتنج اوف دراج، بالنتيجه حصلت انه الكوانتيتي اللي استخدمها راح تقل، السايد افكت مالته راح تقل، الكوست وكل الامور اللي متعلقه بها راح تكون اقل. فهذا ما يتعلق بالانهانس بيرمابيليتي اند ريتينشن افكت. شلون اكتشفوها؟ شافوا انه بعض العلماء بعض الدراسات الموجوده شافوا انه اذا استخدمنا الماكرو موليكيولز فد موليكيولز تكون الحجم مالها يعني تقريبا من 40 اكثر من 40 الى 50 الف دالتون، شافوا انه هاي بالما تكون الكونستريشن مالها بالانفلام تيشو او بالتيشو بالتيومر تيشو يكون اعلى مما موجود بالنورمال تيشو. طبعا هي اذا اجت عن طريق السيركوليشن، انه هاي الماده المولكيولر ويت مالها عاليه ونعطيها عن طريق السيركوليشن، ورا فتره من نجي نشوف نشيكها بالتيشو يعني
من تعبر من السيركيليشن الى التشو، راح نلقاها بالانفلام تشو او بالكانسر تشو، راح الكونستريشن ما تلقى كلش عالي مقارنه بالنورمال تشو. فبعد الابحاث والدراسات شافوا عرفوا انه اكفت طريقه فد خاصيه يسمونها انهانس بيرمابيلتي اند ريتينشن افكت، وقدرنا انه ومن عندها استنتجنا او مو قدرنا نستخدمها بانه نخلي الانتي كانسرز دراج نحولها الى ماكرو مولكيولز، يعني نربطها ببوليمر نزيد الحجم مالتها، وبالنتيجه بما انه زاد السايز مالتها تحولت الى ماكرو مولكيول، فالكونسنتريشن مالتها راح يصير بالكانسر تشو او بعض الاحيان اذا انتي بكتيريال بالانفلام تشو يكون الكونسنتريشن مالتها اعلى مما موجود بالنورمال تشو، وبالنتيجه انا قللت السايد افكت وسويت تارجتنج. طبعا هاي الخاصيه تعتمد على شنو؟ تعتمد على انه بالكانسر تشو مثلا او بالانفلامد اريا او الانفكتد اريا راح يصير عندي فد انفلاماتوري ميدييترز، راح يكون عندي فد ميدييترز، بالنتيجه راح يكون البلاد فيزلز مثل ما حكينا عنها سابقا انه يكون بيها يعني الريجولر، ممكن تكون الاوبننج الدايليتيشن بالاوبننج، ففتحات تكون اوسع بالبلاد فيزلز، فراح يطلع بالمكان اللي بيه كانسر تشو او بالمكان اللي بيه انفلاميشن التهاب يطلع، في حين بالنورمال تشو البلاد فيزلز ما تكون نورمال انتاكت، يعني هاي الفيز 3 ما راح يعبر من هذا اي شيء. فلذلك انه نشوف انه كانما بين قوسين انه البلاد فيزلز بالاب نورمال تشو راح تكون كانما مثل المكسره كسياج انه مهدد، فممكن اي شيء يعبر من عنده، في حين النورمال لا ما راح يعبر الباقي. فنستخدم هاي الخاصيه انه نخلي الدرج عن طريق بوليمر نحوله الى ماكرو مولكيول نطيب السيركيليشن، فراح يروح وين ما يلقى في مكان ضعيف بالسياج راح يعبر ويوصل نقول التارجتد اورجانز ويعطيني الافكت. هاي هنا فد يعني في الصوره توضح لي انه اذا اخذنا يعني درج هاي الانجكشن انه طينا درج وطينا انجكشن انه انترا فينياس مثلا بالبلد فيزل، شوفوا انتم هاي السيلز اللي موجوده بالبلد فيزل فتحات مالتها ماكو فتحات نورمال تايت اندوثيليال انه فماكو فد شيء يعبر بيناتهم. من راح يوصل المكان الازرق اللي هنا تشوفونه اللي هو عباره عن خلينا نقول انفلامد او افكتد تشو او هنا نقول تيومر تشو، شوفون السيلز ايش صار بيناتهم، صار اكو فتحات كبيره بيناتهم، فبدا الدرج ويا البوليمر بي يعبر للتشو، هذا من يعبر للتشو بعد مو بسهوله يرجع، فصار كانما بانترابمنت كانما انحبس بالتيومر تشو. طبعا بالتيومر او اكو عندي ممكن يكون انزيم او ممكن يكون عندي البي اتش اعتمد عليها حتى يعطيني ريليز اوف درج، وبعدين من يستمر هذا السيركيليشن راح يرجع للنورمال تشو وايضا ما راح يوصل يعبر لل. فهاي صار عندي خلينا نقول بها تارجتنج اوف دراجز اللي تشمل الانتي بكتيريال ممكن او ممكن الانتي كانسر او انتي انفلاميتري. الابلكيشن الرابعه خلينا نقول اللي تتعلق بالبوليمريك برودرج هو الالتريشن اوف ذا بودي ديستريبيوشن اند سيل ابتيك باي اكتيف تارجتنج، يعني نغير انه الديستريبيوشن انسايد ذا بودي والسيل ابتيك عن طريق يسمونه الاكتيف تارجتنج. هناك كنا نحكي تارجتنج هنا راح يصير عندي فد مصطلح جديد يسمونه الاكتيف تارجتنج. بالفقرات الاولى من كنا نقول تارجتنج يعني عندي فد كونديشن معينه استهدفها، يعني اما مثلا بي اتش اسيدك فاسوي دراج اودي هاي البي اتش، هو اصلا البي اتش موجوده بالجسم، مثلا عندي بالتيومر قلنا اكو عندي انزيم معين سبيسيفيك انزيم فاسوي دراج يكون سبيسيفيك لهذا الانزيم، الانزيم ايضا موجود وين بالتشو، هذا بالاكتيف العادي بالتارجتنج العادي. الاكتيف تارجتنج شو اسوي؟ راح اسوي اول مره اسوي الخطوه الاولى هو اخلق لي فد كونديشن، اخلق لي فد يعني اوفر لي فد كونديشن حتى بعدين استهدفه، يعني مثلا عندي تيومر وهذا التيومر عادة من أريد أسوي يعني التريتمنت لازم أستخدم الموست باورفول دراجز حتى أقتل، يعني أكثر الموست حتى أسوي ديستركشن للتيومر، يعني إيش قد ما يكون الدراج قوي هو يفيدني أكثر. زين الدراجز اللي هو الأنتي تيومر هو عبارة عن سايتوتوكسيك كومباوند، دائما تكون يعني هي مادة توكسيك للتوكس للنورمال سيل وال للتيومر سيل، فمن انطي دراجز راح يصير عندي سايد افكت، فشو اسوي؟ احاول قدر الامكان اوصل هذا الدراج بطريقه او باخرى الى ان يوصل للتيومر تشو بس ما يوصل للنورمال. فشو اسوي؟ التيومر تشو مثل ما نعرف انه
abnormal فيختلف تقريبا عن النورمال تشو. فبين قوسين نقدر نقول عن انه بي فد بروتينز تختلف عن البروتينز الموجوده بالنورمال تشو، يعني التيومر سيل والنورمال سيل، هاي التيومر بيها بروتينز تختلف عما موجود بال نورمال سيلز. يعني البروتين مثل ما نعرفه هو عبارة عن انتيجين، يعني ممكن يصير سبيسيفيك انتيبودي. ف يعني شنو لقيت هسه؟ لقيت اكو عندي بروتين مختلف عن النورمال سيل، فاجي لهذا البروتينز او الانتيجين اللي موجود بالتيومر سيل اللي يكون يختلف عن النورمال سيل، شو اسوي؟ احاول اسوي له انتيبودي، سبيسيفيك انتيبودي المن لهذا الانتيجين، فحصلت انتيجين يكون سبيسيفيك المن لل البروتينز اللي هو موجود بالتيومر سيل. زين هذا الانتيبودي اللي حضرته شو اسوي؟ اجي اربط بيه فد سبيسيفيك انزايم، انزايم معين انا اريد انه، فشنو صار عندي؟ صار عندي انتيبودي ومرتبط به انزايم معين، من راح اجي انطي الانتيبودي كونجيجيتد وذ انزايم، وراح يروح الانتيبودي راح ياخذ هذا الانزايم راح يرتبط وين؟ بالانتيجين او بالبروتين اللي موجوده به من بالتيومر سيل فقط. فضمنت انه اجى الانتيبودي ارتبط بهذا المكان وصارت الانزايم وين موجوده؟ موجوده اونلي اون ذا او خلينا نقول نير تو ذا تيومر سيل، عن طريق شنو؟ باي ذا ايد او باي ذا هيلبينج اوف السبيسيفيك انتيبودي. فشنو صار عندنا؟ صار عندي انزايم سبيسيفيك انزايم مرتبط بالتيومر سيل عن طريق انتيبودي، بس هذا الانزيم هو اصلا ما موجود سابقا انا خليته، فلذلك شنو سميت؟ سميت اكتيف تارجتنج. فبعد ما ارتبط الانتيبودي والانزيم بالتيومر سيل، انه شو اسوي؟ استخدم البوليمريك برودرج وانطي هذا البوليمريك برودرج يصير بي سبيسيفيك هيدروليسيز وين؟ باي ذات انزيم، يعني هذا الانزيم اللي ربطناه بالبروتين بالانتيبودي هو يشتغل سبيسيفيكلي على البوليمريك برودرج اللي عندي. فانا شنو سويت؟ خلقت وفرت كونديشن معينه وبعدين اعطيت البوليمريك برودرج. فهنا شنو صار عندنا؟ صار عندنا انه الاكتيف تارجتنج انه نضيف انتيبودي ونربط بالانتيبودي انزيم سبيسيفيك انزيم وبعدين ننطي الموليكولار برودكت. طبعا هاي شنو نسميها؟ ممكن هاي الاستراتيجية نسميها الانتيبودي دايركتد انزيم برودكت ثيرابي، انتيبودي دايركتد انزيم برودكت ثيرابي اللي هو مختصر مالته اي دي اي بي تي اللي هو انتيبودي دايركتد انزيم برودكت ثيرابي. زين هذا اكو فد ملخص او فد شيء يوضح انه عندنا انه هذا الانتيبودي اللي هو الموجود على شكل حرف واي ومرتبط به التارجتد انزيم. زين هذا من راح ننطيه؟ وراح يروح؟ راح يروح للتيومر سيل ويرتبط هذا سبيسيفيكلي وذ اتس انتيجين. فارتبط الانتيبودي ويا من؟ ويا الانتيجين اللي موجود بالسيلز، وعندي موجود الانزيم اللي هو عباره عن دائره هنا يم التيومر سيل. بعدها ايش راح يصير؟ ابدي انطي البرودرج، فهذا البرودرج من راح انطي هو بني مريم بالانزيم، الانزيم شو يسوي؟ يسوي هيدروليسيس فيعطيني الاكتيف دراج ويدخل داخل السيل يسوي لي كولينج لها والبرودرج يدي. بس بالنورمال سيلز ما عندي هذا الانزيم، فالبوليمريك برودرج راح يكون ان اكتيف وما راح يعطيني خلينا نقول التوكسيك افكت. فبهذه الطريقه انا شنو سويت؟ سويت تارجتنج عن طريق خلينا نقول يعني creation of active site for delivering of the drug. هذا ما يتعلق بالابليكيشن الاذر ابليكيشن اوف بوليمريك برودكت.